إذا كنت محظوظاً وسبق لك زيارة مدينة الذهب بأسوان، فلابد وأنك مررت بالنوبة وأهلها الطيبين، وبالضرورة ستجد نفسك في زيارة خاصة لمتحف الحداثة والتاريخ، الماضي والحاضر، الجمال والعظمة، متحف آثار النوبة. نحتفل اليوم بمرور 25 عاماً على بنائه، ونشأت فكرة بنائه إبان الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة التي دشنتها اليونسكو بناءً على طلب الحكومة المصرية عام 1960 ليضم التراث الحضاري والتاريخي والبيئي للنوبة. أنشئ المتحف على الطراز النوبي، ويكمن جمال ودفء المتحف في البيت النوبي. وكي يتم نقل هذا السحر للمتفرجين وللجميع، تم وضع نموذج من البيت النوبي بكل تفاصيله التي تجسد التراث والحياة اليومية للنوبي وعاداته وتقاليده، من خلال مجسمات تتحدث عن نفسها، والتي من خلالها تجسد وتوثق بشكل رائع عادات وتقاليد أهل النوبة، وكيف كانت حياة النوبي وطرق زراعة أرضه، والأدوات التي كان يستخدمها في الزراعة مثل الساقية والفأس والشادوف. ويشمل المتحف عدة آلاف من القطع الأثرية والمجسمات التي تروي تاريخ النوبة وعاداتها وتقاليدها وتتحدث عن العمارة النوبية. ويضم المتحف تمثالاً كبيراً للملك رمسيس الثاني يتوسط مدخل قاعة العرض، والذي تم تصميمه في وضعية رائعة، بحيث يبدأ التمثال في الارتفاع عند النزول بدرجات السلم الموجود بمدخل قاعة العرض المتحفي، التي تضم مجموعة من التماثيل حول التمثال الكبير للملك رمسيس، وهي عبارة عن تماثيل لملوك الأسرة الكوشية 25.